في أدبيات الصراع الدولي على سوريا لا توجد محرمات وحدود عندما تصطدم مصالح الدول المتصارعة مع بعضها. روسيا وأمريكا تمثلان أكبر قطبين يتحكمان بالملف السوري عبر أجندات كل منهما وأدواتهما العسكرية. روسيا عبر ميليشيات نظام الأسد، وأمريكا عبر ميليشيات قسد. الطريق الدولي ام اربعه الممتد من الحدود العراقيه السوريه مرورا بمنطقه الجزيره وحلب وادلب وصولا الى الساحل السوري احد اهم نقاط تنافس القوى الاجنبيه في سوريا ويعد هذا الطريق شريانا حيويا للتجاره الاقليميه ولضمان عدم الانهيار الاقتصادي في المناطق الواقعه تحت سيطره نظام الاسد يتم عبر هذا الطريق شحن النفط الخام من منطقه الجزيره السوريه كما يتم نقل القمح والقطن من مناطقها الزراعيه الخصبه بالنسبه لروسيا تامين طريق اربعه يعني توطيد نفوذها عبر اعاده احياء الاقتصاد والتمهيد لمسار إعادة الإعمار والتبادل التجاري مع دول الجوار، وتضمنت خطط موسكو حتى الآن مزيجًا من المفاوضات والوساطة مع الأطراف المعنية عبر تقديم إعادة فتح إم أربعة على أنه صيغة تناسب الجميع، لكن في الوقت نفسه انخرطت بمواجهات عسكرية كبيرة وقصف مكثف للمدنيين لإعادة فتح هذا الطريق السريع. طريق ام اربعه حيوي ايضا للمناطق الخاضعه للنفوذ الامريكي شرقي الفرات وبالتالي استقرار هذا الطريق مصلحه امريكيه ويوفر بيئه مستقره لحقول النفط في منطقه الجزيره وما بين المصلحه الروسيه والامريكيه في السيطره على طريق ام اربعه لا يمكن تجاوز الدور التركي المعني الاول بالمنطقه الممتده شماله بطول أكثر من 900 كيلومتر حيث يعتبر حصنها الأول لأمنها القومي من تمدد الميليشيات ولاسيما الكردية إضافة إلى أن أي صراع جديد فيه ستتحمل تركيا أعباءه من حيث نزوح المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية لذلك تسعى أنقرة بالوسائل الدبلوماسية والعسكرية لإثبات قدمها في تلك المنطقة ولو كان هذا الامر يتقاطع مع المطامع الروسيه والامريكيه